الراديو 90-90 هواها مصري. في الكام سنة اللي فاتوا تقريبا في مرض خطير جدا انتشر بين الناس كلها. من أعراض المرض ده إنه بيسد الودان ويطول اللسان ويبهدل الغلبان، والغباء من هنا بيبان. ناس كتير بتحاول تبين إنها فاهمة كل حاجة فيقرروا إن هما يفتوا، لأ، وتلاقي تنوع، يعني مخضرم في السياسة وأستاذ في الطب ومخترع لأهم النظريات الاقتصادية اللي تحل أزمة قارة، عنده حلول نشر السلام العالمي ما يسيبكش إلا لما يقنعك إن مفيش حد في العالم يقدر يلعب كرة من غير ما ياخد إذنه. سيبك هو جاب المعلومات دي منين، جايبها بقى من جورنال كالملفوف على سندوتش طعمية، ولا سامعها من حد ملناش دعوة، ولا يمكن ألف بعد الشر عليه بيقراها، برضو بيقراها منين؟ في بقى من المخلوق ده ملايين، مش فارق متعلم ولا لأ، غني ولا فقير مش هتفرق برضو، حتى العيال الصغيرة ملطوطة، مش بقولك مرض، بيبتدي يكون آراء شخصية عن الناس وهو متأكد إنه صح طبعا ما بيغلطش. يعني لما حضرتك تشوف واحدة لابسة لبس مش على هواك أو مش محجبة أو ضد مبادئك وثقافتك، مين اللي اداك الحق إنك تنتقدها في سرك أو حتى في وشها؟ أنت شايف إن دماغك كده سليمة؟ شيكت يا باشا على الريداتير؟ بوجيهاتك شغالة؟ بتبص ليه على واحد تخين من فوق لتحت وتضحك عليه أو حتى بعطف وإنه صعبان عليك، وإنت مقتنع إنه مهمل في صحته وشخص طفص، وإنت هتلاقيك بتاكل بالجاروف أصلا؟ تخيل كل اللي فات ده مش المصيبة الكبيرة. فاكر كلمة الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؟ اتلغت من المنهج خالص. لو أمك داعي عليك وقعت مع شوية من المخلوقات دي وانت بحسن نية بتحاول تقنعه ان كلامه مش مظبوط، المخلوق ده بقى بيسد ودانه ويعمر لسانه عشان يديها فيفتح سير من المعلومات اللي تحسسه انه مثقف مع ان الكلام عجيب. ايه اللي دخل بحيرة البرولوس للكانجرو الاسترالي؟ فانت تتعصب وهو يتعصب فتحصل العركة، واللي يكسب بدراعه كلامه اللي يمشي، الأصحاب يخسروا بعض والإخوات يخسروا بعض، حتى الابن ممكن يشد شوية مع أبوه لمجرد إن هما مختلفين في حوار مالوش دعوة بالبيت أصلا. الحوار نفسه بيبقى مستفز، ده بيتكلم بصوت عالي وعامل نفسه عصبي عشان بيدافع عن الحق. مش هسألك على علامك ولا شهاداتك، أنا بس عايز أعرف جبت المعلومات الخطيرة دي منين، مصادرها يعني. يعني أنت مثلا اتأكدت إن الكلام ده سليم؟ لا، تسكت وتتلم عشان تبعد عن الحوارات دي كلها فيتهمك بالجهل والسلبية. كلكم بقى والناس اللي بتفتي في الدين يحسسوك انك طالع من بيتك على جهنم عدل. بس الحلو بصراحة في ناس كتير جدا بتحب تسكت عشان بتبقى خايفة تقول كلمة غلط وتعك في الكلام فبتسكت وساعات تتأكد من المعلومة. طب ما نعمل كده في كل المواضيع مش في الدين وبس، ما هو كلامك كله هتتحاسب عليه، فهمني طبعا. طب ما نسكت لحد ما نتأكد، يمكن الحاجات اللي فاكرين ان احنا فيها خبرة تطلع فنكوش. خلينا نتفق على حاجة، معظم المواضيع اللي بنتكلم فيها مواضيع عامة، ما انت مش قاعد مع اصحابك على القهوة بتتأكدوا من النظرية النسبية، يعني 5 في 6 بكام، يعني بالبلدي كده اي حاجة بنهري فيها بتبقى وجهات نظر. طب ما نتجمع ونتكلم على اساس ان سؤال مش موضوع، وكل واحد يقول اللي عنده ونتأكد كلنا من المعلومة ونسمع بعض. يا سيدي حتى لما وصلتوش لحاجة مفيدة على الاقل اليوم ما قفلش بخناقة. هو حد يكره يعرف الصح ولا نفسك تعيش عمرك كله في الغلط وتعدي الناس بالمرض اللي عندك؟ ما تكونش رأيك عن حد ما تعرفوش وتقتنع برأيك، وما تفرضش رأيك على الناس اللي حواليك عشان ما تخسرهمش. نجيب محفوظ الله يرحمه قال: اقبلونا كما نحن أو اتركونا كما نحن، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا ولا نحن نملك رغبة في التبرير.